مشاهدينا ورجعنا لكم من جديد. نكمل كلام آية لما اتكلمنا عن المعارض. قبل ما نتكلم على فيتا جرو، احنا في ان شاء الله معانا في نهاية الحلقة تقرير عن معرض اجرو المنيا. معرض اجرو المنيا في الدورة الرابعة بتاعته ليه. ده معرض زراعي بيقام في مدينة المنيا. طبعا المعرض كان نقلة إلى حد ما جميلة لمحافظة المنيا، والأهل المنيا اللي شرفوا المعرض كان معرض بصراحة كان يعني حاجة من الحاجات الجميلة، وإن شاء الله التقرير بتاعه هيتذاع معانا في نهاية الحلقة. حابين ننوه برضو إن في معانا برضو في محافظة المنيا في شهر مارس إن شاء الله معرض أجريفيتا المنيا، وده معرض من المعارض اللي لو اتكلمنا عنها هنقول أول معرض خاص بالأدوية البيطرية والأعلاف والمستلزمات في الاقاليم كان معرض اجريفيتا المنيا. واللي انا طبعا شرفت ان انا كنت فتره من فترات كنت ماسك اشرافه قبل معرض فيتا جرو، وما زلت لحد النهارده الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تنفيذه طبعا تحت اشراف الاستاذ الدكتور عادل سليمان. ده استاذنا واخونا الكبير، و الواحد لو قال فيه كتير مش هيوفي له حقه. المنسق العام للمعرض الدكتور محمد عادل. معرض من المعارض اللي فعلا افادت واضافت كتير في المنطقه. لو جينا بقى نتكلم عن معرض فيتا جرو، المعرض الحمد لله رب العالمين زي ما اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو المعرض الحمد لله رب العالمين السنه دي هيبقى فيه كلام كتير جدا جدا لمحافظه الاقصر وجنوب الصعيد، بدايه من محافظه سوهاج حتى محافظه اسوان. السنه دي الحمد لله الناس اللي ما حضرتش السنه اللي فاتت بداوا يتواصلوا معانا بقى لهم فتره، اللي هو يعني انا عايز اقول لك ان انا من شهر 5 والله ناس بتكلمني على صفحه الفيسبوك امتى المعرض الجاي؟ لدرجه ان انا فكرت اعمله كل 6 شهور من كتر ما الناس هي اللي عايزه، مش انا اللي عايز. ست شهور ده بدات الناس تقترحه من الدوره الاولى بالظبط. يعني الحمد لله بدات الناس والحمد لله يعني، واحنا بنصور معاهم وبنسجل معاهم فكنا عاملين فقره كده، فاكر فقره الاقتراحات بالظبط، ان احنا كنا قلنا يعني ايه الحاجه اللي ممكن نضيفها للمعرض في الفتره الجايه، زي ما احنا بالظبط شغالين في ممكن جدا. يعني دي الحمد لله الحاجه اللي احنا دايما بنشتغل عليها، والحاجه اللي يمكن بتميزنا عن كتير من اللي عاملين في المجال او فكره الاعلام التخصصي، ان احنا بنخلي الناس نفسها هي اللي تقول. فالناس في المعرض انا فاكره قالت طب خلونا كل 6 شهور. كمان في حته في المعرض حابين برضو نلفت نظر الشركات اللي كانت موجوده معانا السنه اللي فاتت. طبعا بشكرهم شكر كبير جدا، لان الناس دي لما دخلت معرض ما تكون حاجه بتعمل لاول مره ثقتهم في محمد البنا الحمد لله رب العالمين اتمنى ان انا اكون كنت قدها. واللي شرفني السنه دي وحسسني بالكلام ده ان انا مع نهايه الدوره الاولى في نفس الاسبوع كان في ناس اختاروا اماكن الدوره الجديده، ومش عايز اقول ان في ناس دفعوا ثمن الاشتراك بتاع الدوره الجديده. ده كان نجاح المعرض بالنسبه لي. يعني انا النهارده عشان اقيس نجاح معرض بقيسه من خلال الشركه وبقيسه من خلال الزائر. الشركه لما بيلاقي ان هو فعلا مش فكره ان انا بعت، مش فكره ان انا اتعرفت على عملاء جداد، فكره هل الناس دي اللي جات لي ناس عايزه تستفيد فعلا. لو جينا نبص للمربي وللتجار او للناس الموزعين او الكلام ده اللي كانوا موجودين معانا، طبعا اسماء كبيره جدا عشان اقول اسمائهم مش هوفي حد حقه. الاسماء دي تشرفني معرفتي بيهم، والناس دي فعلا يعني مهما برضو الواحد قال فيهم مش هيوفيهم حقهم. الاستفاده انا بقى محمد البنا استفدت انا من المعرض ان انا فعلا عايز اوصل حاجه للناس يستفيدوا منها. النهارده منطقه الصعيد وجنوب الصعيد تحديدا من المناطق البعيده اللي كانت احنا كنا لسه بنقول في الجزء الاولاني من الحلقه بتعاني من مشكله ادويه مغشوشه، اعلاف مغشوشه، كتاكيت مغشوشه. يعني برضو فيلم الكتاكيت ده فيلم تاني من خلال الموزعين اللي موجودين بيروح لهم كتاكيت باسماء شركات تانيه وباسماء ناس تانيه عشان سعرها اقل، فبيبدا فرق السعر بيروح للموزع الا من رحم ربي. استفاده المربي ده رقم واحد بالنسبه لي. انا النهارده مش بعمل معرض عشان الشركه تيجي تقول انا اهو وتفرد حاجتها وتمشي. هيجي يشتغل هيعرف عملاء جداد، هيعرف ناس جديده. المنطقه هناك في ناس كتير جدا جدا محترمه، ما زال المنطقه هناك فيها الروح المصريه القديمه والطيبه بتاعه الناس. الناس اللي حضرت استفادت الحمد لله رب العالمين من الشركات اللي كانت موجوده معانا، عرفناهم ايه الفرق بين الشركه السليمه والشركه المضروبه. لما جبنا لهم الشركه نفسها
وراها اتعرضت. يعني انا حد من الناس كان بيكلمني على الصفحه من كام يوم فكر ان المعرض صيدليه لسه، حد اول مره يسمع المعرض، فما قلت له لا احنا معرض بجيب لك الشركات الام. قال لي طب امتى الميعاد؟ طب هو مكتوب، فهو راجل يعني حته امتى الميعاد وبياكد عليه. طب عشان اجي، طب انا هاجي ازاي؟ اولا الدخول مجانا لكل الناس، اي حد يعرف اي حد ليه علاقه بالانتاج الداجيني والانتاج الحيواني يقول له على المعرض. معانا طلبه كليه زراعه كليه طب بيطري ان شاء الله يكونوا موجودين معانا، وهنعمل لهم مفاجاه حلوه جدا في المعرض ان شاء الله. تمام. طبعا الشركات اللي موجوده معانا طبعا بشكرهم على الثقه الغاليه اللي جددوها في الدوره الثانيه. ان الشركات ديت انا الحمد لله يمكن الشركات اللي موجوده معايا السنه دي، دي الشركات اللي كانت معايا السنه اللي فاتت طبعا بزياده لشركات اكبر، وكلهم على دماغنا من فوق موجودين معانا برضو في الدوره الثانيه. احنا برنامج ومعرض بنقول لكم احنا عارفين الشغلانه فين، احنا مش دخلاء على المهنه، ولو احنا دخلاء على المهنه فاحنا دخلاء عليها من بدري لما كان لسه الشغلانه فعلا فيها ناس محترمه، اللي كل الموجودين محترمين الا من رحم ربي، او اسف كل الناس اللي موجودين دلوقتي في ناس داخله جو بقى السبوبه وجو للاسف هو اللي تعب السوق. هي الفكره يعني عموما اي مجال في الدنيا هنلاقي فيه ده يعني بالزبط. انا بس ايه عايزه اقول لكم بس يعني احساس محمد من بعض الانتقادات او بعض الاسئله او بعض كذا، فهو بالعكس يعني انا شايفه ان هي حاجه المفروض انه تبقى مبسوط بيها. يعني انا شخصيا مبسوطه انه حسيت ان بدا البرنامج يبقى في ناس بتتفرج عليه لمجرد ان هي تنتقده، لمجرد ان هي تطلع منه حاجات، لمجرد ان هي تتكلم على المقدم مثلا للبرنامج او كذا او مين او بتعملوا ايه، او حتى تسال لمجرد ان هي تتساءل. فدي حاجه كويسه، ده معناه ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، ده معناه ان احنا بنوصل للناس، ده معناه انه الناس بدات تتداول البرنامج ممكن جدا بينها وبين بعض بشكل كبير، وده بيؤكد على ان احنا يعني ماشيين بالخطى السليمه والصحيحه نحو المربي. محمد قال جمله مهمه جدا، احنا هدفنا الاول والاخير هو المربي. ويمكن اول حلقه اتكلمنا فيها في برنامج ممكن جدا احنا قلنا احنا مش عايزين هذه الصناعه تتلاشى، مش عايزين المربي يختفي، مش عايزين الصناعه الضخمه دي تبدا في التراجع لدرجه ان احنا ممكن في يوم من الايام نلاقي المربي مش موجود. وعشان المربي يبقى موجود معانا كانت فكره الباشمهندس عاطف عبد الدايم دي، انا تابعتها على الجروب بتاعه اللي هو ملتقى مربي الدواجن. الراجل المبادره قال فيها احنا بنقول للشركات وقفوا مع المربي. بمعنى نزل من مكسبك عشان المربي يعرف يكمل، عشان ابدا اقلل المدخلات، وده يمكن احنا قلناه في اكتر من حلقه معانا. وده انا شخصيا لما جيت اتكلمت فيه مع بعض الناس لقيت مؤيدين ولقيت معارضين. المؤيد هو ده النجاح، يعني انا النهارده الازمات، يعني انا النهارده عشان اوصل لمكان اقدر املى مكاني فيه مش هطلع سلم صغير وابقى انا كده وصلت، لا لازم اقابل صعوبات ولازم اقابل مشاكل ومخاطر. معلش انا النهارده في الدوره الاولى للمعرض فيتا جرو واجهتني مشاكل كتير، في ناس وقفت معايا وفي ناس حاربتني. اللي وقف معايا ساعدني واللي حاربني ساعدني اكتر. لان اللي حاربني خلاني زدت اصرار وزدت عزيمه ان انا اقدر اطلع كل اللي عندي، والازمات هي اللي بتخلي البني ادم يفكر. البني ادم لو ماشي طول الوقت الدنيا ماشيه معاه كويس ومفيش اي مشاكل خلاص دماغه مريحه على كده وماشي. امتى البني ادم يبدا يفكر؟ لما يبقى في عنده ازمه وفي عنده مشكله يبدا يدور على حلول ويبدا يدور على مشاكل. وكان الباشمهندس عاطف قال الكلام ده، اللي هو شركات العلف تنزل في اسعارها، شركات الادويه تنزل في اسعارها، الموزعين ينزلوا في مكاسبهم مش في اسعار، نقلل من المكسب. ما بقولكش ما تكسبش، اكسب بس حاول تقلل مكسبك، اقف مع المربي عشان تعرف تكمل شغل. لان انت النهارده حاطط مكسب كبير، هتيجي الفتره عليك وخلاص مش هتقدر تكمل، لان خلاص المربي اللي مهدد بحاجات كتير خلاص ما بقاش موجود. صحيح. تمام. احنا بنضم صوتنا لصوت الباشمهندس عاطف عبد الدايم، وان شاء الله هو هيكون معنا ان شاء الله في تقرير في الحلقه الجايه باذن الله. هو هيتكلم عن المبادره اللي عملها، وكانت البشره الجميله اللي انا قريتها برضو على الجروب
ان في مصانع اعلاف بدات تتفاعل مع الموضوع. بس اللي زعلني ان في ناس بدات ترد بقى اللي هو ده الجزء بقى اللي هو اللي مش عايز يساعد، لا اللي ده مش بيساعد، ده بيساعد على الهدم. اللي هو ما جيت شركه قالت انا هنزل سي 200 جنيه في الطن، تمام، ده انتوا كده بتكسبوا مننا 1000 جنيه في الطن بقى. يا جماعه احنا هنقول للشركات اعملوا الخصومات بتاعتكم دي او نزلوا من مكاسبكم على شكل عرض، قول انا عندي عرض شهر 2 3 الوقفه اللي انت عايز توقفها مع المربي. لان في ناس للاسف بتاخد الكلام ده وتوجهه لشكل تاني هو عاجبها على كده. فبنضم صوتنا لصوت الباشمهندس عاطف عبد الدايم، شركات اعلاف، شركات ادويه، موزعين، كلكم لو ما اتفقتوش في ان انتوا تقللوا شويه من مكاسبكم، لو هتبيعوا شهر 2 3 من غير مكاسب خالص انتوا الكسبانين. يعني الناس دي لو وقعت شهرين 3 من غير مكاسب والله هم الكسبانين. لان النهارده لو ما عملش ده في ناس بتتسجن وفي ناس بتهرب وفي ناس خلاص في ناس طفح بيها الكيل فعلا. ده حقيقي. وبعدين كمان عشان ندي فرصه للشركات ان هي تتشجع على ده زي ما انت بتقول، يعني في حاجات اللي هو ممكن يبقى يعني في بعض العروض اللي ممكن تبقى مقدمه زي ما انت بتقول او بعض المساعده والناس تتراجع فيها لفكره هي الناس ممكن تقول ايه. فهو الفكره اللي هو النقد من اجل النقد ده حتى مع الناس اللي بتقدم ليها مساعده حاجه يعني مش لطيفه. طب خلينا ناخد بقى احد المربيين معانا. معانا مين يا يارا؟ يارا معانا مين؟ رمضان. استاذ رمضان اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دلوقتي الاعلام مع المربي والحكومه مع المربي. طيب مين مع الغلبان؟ وشكرا. اشكرك. مين مع الغلبان؟ اشكرك. احنا سؤالك جميل يا عم رمضان، بس احنا ما بنقولش ان احنا مش مع الغلبان. احنا بنقول يعني احنا النهارده في عندنا مشكله في الثروه الحيوانيه، في عندنا كيلو لحمه وصل في بعض المناطق ل 50 جنيه الكيلو. حضرتك ال 50 جنيه اللي انت بتاكل بيها لحمه انت بتاكلها من لحم فقير تاني. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انت النهارده حضرتك لما بتاخد كيلو الفراخ ب 23 جنيه وب 24 جنيه انت بتاكل من لحم واحد تاني فقير برضه اللي شغال. احنا ما بنقولش ان احنا ما نقولش الغلبان، احنا عايزين الغلبان يعيش بالعكس. احنا مع المستهلك. لما طلعنا وقلنا وهاجمنا بعض الاعلاميين لما جم يتكلموا عن المربين، المربي ما هوش حد جاي ياخد من جيبك ويجري. هو المربي النهارده من حقه ان هو يعيش، وهو ما بيطالبش ان هو يكسب، هو بيطالب ان هو يا دوب يلم دورته، ما يبقاش مكلف الكيلو 22 جنيه ويبيعه ب 17 جنيه. احنا مع الغلبان والله، لان احنا برضو يعني احنا ايدينا في الموضوع. وده اللي انا كنت بقوله ان يمكن محمد لما النهارده بيتكلم عن الموضوع ده بيتكلم وحاسس بكل مربي موجود في الصناعه شكله ايه. لان بص يا محمد احنا عندنا مشكله عموما في يعني عندنا مشكله دلوقتي في التليفونات، علشان كده يعني اكبر هو عدد حاسس بالكلام ده. مش قادر يوصل لنا الناس، مش قادره توصل لنا بالشكل الكافي على الهواء. لكن الحقيقه ان الحاج رمضان قال سؤال وبسيط جدا واتكلم في عبارة بسيطة جدا هي تلخص كلام كتير جدا. يعني احنا بنتكلم في البرنامج اذا كنا بنقول للمربي، فاحنا مش بنقول للمربي، احنا مش بندعم المنتج الكبير. ويمكن احنا يعني اتكلمنا في ده من الاول، احنا مش هدفنا ان احنا بس بندعم المنتج الكبير ولا المنتج المتوسط ولا المنتج الصغير، احنا بندعم حتى المربي الريفي، التربية الريفية. احنا بندعم اي حد بيشتغل في هذه الصناعة. الغلبان ده جزء كبير جدا، جزء كبير جدا 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 من صناعة الدواجن في مصر، حفاظ الحفاظ على مكانة هذه الصناعة هو جزء كبير جدا بيصب في صالح الغلبان. بس احنا محتاجين، وعشان كده حاج رمضان احنا بنقول ان احنا هدفنا من البرنامج هو ان احنا نزود الوعي. معانا مداخلة الأستاذ عصام. استاذ عصام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هستاذنك توطي التلفزيون يا عم عصام. اتفضل. حاضر يا فندم. حاضر. بقول لحضرتك انا مربي من محافظه دمياط. اهلا وسهلا. معايا يا فندم؟ معاك.
اتفضل يا استاذ عصام كمل. الله يبارك في حضرتك. اتفضل. وهنا الاسعار العلف زادت بطريقه صعبه جدا. معايا يا فندم؟ تمام. اتفضل. بالاضافه لاسعار العلاج زايده عندنا بطريقه رهيبه. عشان ان انا في الاخر اكون مربي مثلا 5000 او 10000 يا فندم معايا؟ بلاقيني ال 5000 مع العلف الزائد وسعره الزايد وسعر العلاج الزايد، باجي ابص يعني في الاخر مع ما فيش وفيات عندي كمان بخسر لي 50000. تمام. بالنسبه لل 5000 فرق سعر بس. فرق السعر بس. ولو 10000 بخسر لي 100000 و120 بدون وفيات. وانا الحمد لله برضه معايا دكاتره ومعايا ناس محترمين وشغالين شغل زي الفل. فمانيش عارف المشكله ده. بيشتغل معاك يا استاذ عصام كام حد في ال ده فندم؟ كل مربيين محافظه دمياط تما بنتكلم مع بعض لا انا بتكلم على العمال اللي شغالين معاك انت. انا زي ما حضرتك فاهمه ال 5000 او ال 10000 مثلا، ال 10000 فرخ مثلا، هو اثنين عمال ثلاث عمال معايا. اثنين ثلاثة عمال بأسرهم طبعا. بأسرهم الناس اللي موجودة. ايوه طبعا. ايوه طبعا. انت منين بالظبط في البحيرة؟ من دمياط. منين بالظبط من دمياط؟ وتحديدا كفر سعد. تفتيش كفر سعد. تفتيش كفر سعد. تمام. بص يا عم عصام، احنا عارفين ان احنا الاسعار بتاعة الاعلاف دي محددة بالبورصة، يوم طالع ويوم نازل، يعني في اوقات الاعلاف بتنزل واوقات الاعلاف بتطلع. برضه هو من ضمن المشاكل اللي ظاهره معانا اليومين دول سعر الكتكوت الزايد، وبنناشد الساده منتجي الكتاكيت تنزيل الاسعار عشان المربي يعرف يكمل. الكتكوت النهارده سعره عالي، مفيش سحب، حضرتك بيتلغالك دفعات، فلازم تنزل او تتنازل عن جزء من مكسبك عشان المربي يعرف يكمل مع حضرتك كمنتج للكتاكيت، بدل الكتاكيت اللي حضرتك بتعدمها وبترجع لك في الطريق وبتتبهدل وبتضطر تبيعها بسعر اقل من سعرها. اقفوا مع الناس يا جماعه، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، واللي الباشمهندس عاطف هيكمله لنا الحلقه الجايه ان شاء الله. انا جات لي فكره دلوقتي بما ان احنا والله على الهوا، يعني هي جات لي دلوقتي حالا. مصدقينك والله. ما تيجي نعمل هنا مبادره عندنا في البرنامج، الناس اللي محتاجه تنزل تخفيضات ومحتاجه تنزل عروض حقيقيه، محتاجة تنزل عروض حقيقية للناس، هنعرض أسماءها وهنعلن عنها هنا في البرنامج مجانا. وأنا مع آية هنجيب الشركات اللي هي من خلال صفحتنا برنامجنا ممكن جدا على الفيسبوك، وفي الأرقام للتواصل بتاعتنا، حضرتك ابعت لنا وقول أنا مستعد أشترك في المبادرة. وبرضه الباشمهندس عاطف هيكون معانا، لأن الراجل هي البداية بدأت من عنده، إن في ناس فعلا بدأت تتفاعل معاه، يعني الكلام ده انا قلته من بدري. واحنا ندعم الفكره الاعلاميه، واحنا هنكمل الفكره الاعلاميه مع الباشمهندس عاطف. تمام. وهنحط ايدينا في ايدين بعض عشان احنا فعلا عايزين كلنا نقوم ونساعد بعض. استاذ عصام هو يعني كمان هو الهمني الحقيقه للفكره نفسها، ان احنا يعني انا حتى قلت والله الفكره عن الهوا، لان انا متاكده ان محمد كمان بيدعم المربي، يعني احنا حتى انا فاكره واحنا بنحط ورق البرنامج قلنا ان الهدف الاول والاخير هو المربي وصالح المربي، ده في المقام الاول. فاحنا المبادره دي هنتكلم عنها بقى ونحط لها خطوات ثابته كده، وخلينا نعمل لها اطار مناسب ونعرض عنها ان شاء الله الحلقه الجايه. وده يعني ده كادو من برنامج ممكن جدا يا استاذ عصام ليك ومشكلتك والكل اللي بتواجههم نفس المشكله. ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى حلقه مهمه، وهنتكلم فيها هنفجر فيها بعض المفاجآت اللي ان شاء الله هتهم المربيين. وده هيعتبر معرض جوه البرنامج طبعا. يعني احنا كده هنعتبر بنعمل معرض جوه البرنامج طبعا. ده حقيقي. الوقت خلص، كان نفسنا نكمل معاكم اكتر من كده، لان احنا معانا التقرير بتاع معرض اجرو المنيا الدوره الرابعه، فنسيب حضراتكم مع التقرير، وان شاء الله السبت الجاي الساعه 8 مستنيينكم. مشاهدينا واثناء زيارتنا لمعرض اجرو المنيا كان لينا لقاء مع الدكتور عادل عبد الله عميد كليه الزراعه بجامعة المنيا. اهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. وكان لنا لقاء ايضا مع الباشمهندس عبد العاطي الخطيب وكيل وزارة الزراعة بمديرية المنيا. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. اهلا. دكتور عادل، لو حابين نسأل حضرتك عن معرض اجرو المنيا،
ايه راي حضرتك في وجوده في محافظه المنيا النهارده، وهل بيساهم في تدعيم زراعه في محافظه المنيا؟ شوف حضرتك، هو المنيا كمحافظه زراعيه طبعا هي محافظه زراعيه من الدرجه الاولى، يعني القمح مثلا هي الاولى في المحافظات او من المحافظات الاوائل في الجمهوريه كلها. الصعيد محتاج كتير جدا لبعض الاصناف الجديده من التهاوي، بعض الانواع الجديده من المخصبات، بعض الانواع الجديده من المبيدات، بعض الانواع الجديده من الارشاد من الشركات اللي موجوده. حاب يتعرف المزارعين في المنيا عن هذه الشركات، مطلوب، لان فعلا حضرتك المنيا ينقصها هذا الجزء الكبير من الشركات. يعني عندنا كل الشركات دي منصبه في الوادي البحري، الصعيد ناقص حاجه زي كده، وبالتالي الصعيد محتاج حاجه زي كده. يعني هو المنيا فيها شد احتياج لمثل هذه المعارض. اولا بياخدوا من شركات متخصصه، رقم اثنين بيشوفوا بيوفروا على نفسهم الحركه الوسط ما بين التجار وما بين المزارع، وبالتالي بيبقى الشراء مباشره، المعلومة موجودة عند الشركات، ممكن تدون المعلومة الآمنة والصحيحة. ده بالإضافة لما تقوم به كلية الزراعة من برضو خدمات لكلية وخدمات للمزارعين، سواء كان في الجزء الخاص بالزراعة أو خاص بالمقاومة الآفات أو خاص بالصحة الأراضي. باشمهندس أبو عاطي، بالنسبة لمديرية الزراعة موجودة معنا في محافظة المنيا، معرض زي ده هل يساهم في مساعدة الفلاح ان هو يوصل لمصادر سليمة وامنة، وخصوصا ان احنا بنعاني الفترة اللي فاتت من تضارب ودخلاء على المهن وغش بيظهر معانا في الادوية وخصوصا الزراعية والبيطرية؟ بالنسبة لمحافظة المنيا هي اكبر محافظة في على مستوى الصعيد، بها زمام زراعي، اكبر الزمامات الزراعيه، وتشتهر بزراعه المحاصيل الاستراتيجيه واهمها القمح وقصب السكر. فمعرض زي ده في مستلزمات انتاج من مخصبات وتقاوي ومبيدات، فطبعا المنيا والمزارعين المنيا محتاجين لاجود الاصناف، ومحتاجين الجديد في السوق من مستلزمات انتاج ومخصبات زراعيه. فالمعرض ده كان مهم جدا للمزارعين يشوفوا الجديد في السوق من المستلزمات الانتاج، من المبيدات، من الخافض للقلويات والحموضه بتاعت التربه. طبعا انا شايف بالنسبه للمعرض في حاجات كويسه وحاجات جديده لازم نهتم بيها، ونوعي المزارعين ان يستخدموا احدث الطرق الزراعيه واحدث المخصبات واحدث المبيدات واحدث التقاوي لانتاج ولزياده الانتاجيه ولزياده الدخل القومي للمزارعين، وبالتالي يتم زيادة الدخل القومي للدولة كلها. شكرا لك يا باشمهندس أبو عاطي، وشكرا لك يا دكتور عادل، وشرفتونا، ونتمنى تكرار هذه المعارض في صعيد مصر، وخصوصا أن الصعيد من الأماكن المحتاجة لدعم كبير من الشركات الموجودة معانا، أن تكون موجودة معانا في الصعيد علشان تقدر تنمي وتعلي منطقة فيها شغل بكر لصناعات كتيره، واهمها طبعا الزراعه، وطبعا الظهير الصحراوي في موجود في محافظه زي محافظه المنيا، فده بيدعم المزارعين ويدعم المربين. ونتمنى طبعا من وزاره الزراعه والكليات ان المنيا واخده نصيب الاسد في 100.5 فدان، وده بيجعلها مستهدفه بقى من ناحيه الزراعه يعني بالزبط. وخاصه ان القياده السياسيه طبعا دي مهتميه بالزراعه، والزراعه زي ما بسمي بقى احب اطلق على كل الزراعه هي كلية الحياة، وبالتالي الزراعة هي الحياة. شرفتنا يا فندم، ونتمنى زيارة موفقة للمعرض إن شاء الله. شكرا يا فندم. وأثناء زيارتنا لمعرض أجرو المنيا كان لنا لقاء مع الأستاذ سعيد جاد، أحد مربي الدواجن والمهتمين بالزراعة في محافظة المنيا. أهلا بك يا حاج سعيد. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. حاج سعيد، لو حابين نسمع رأيك في معرض أجرو المنيا وإزاي بيساهم في الزراعة في صعيد مصر، وخصوصا أن الصعيد من الأماكن المحتاجة لكثير من الصناعات. أولا نشكر معرض أجرو المنيا 2019 وجوده بالصعيد، اللي مقدم لنا أفكار وتكنولوجيا عشان نبدأ بها صح ونحصد أفكارنا في زراعتنا صح. ما يكونش الزرع عشوائي
وبفكر بديل، لا عاوزين فكر جديد وتكنولوجيا عشان نوصل للمراد اللي احنا عاوزينه. طب حاج سعيد، بالنسبه انت حضرتك شايف المعرض قدم ايه النهارده لمحافظه المنيا؟ لا بنحكي تقدم، فهو قدم كتير، وشكرا لجميع الحضور، الناس اللي جم شرفونا ونوروا الصعيد، ونقولهم دايما انتوا عطاء، فكرة عطاء للمزارعين والاستثمار الزراعي والداجني، وشركات بصراحة يعني فوق القمة بشوية ومضمونة، وده اللي محتاجينه. بالنسبة للزراعة في محافظة المنيا، وخصوصا ان محافظة المنيا بتتمتع بظهير صحراوي كبير جدا، هل الظهير الصحراوي عنده امكانيات او في الارض هناك تنفع للزراعة فعلا؟ وجود حاجة زي الصحراوي الغربي يكفي احتياجات مصر والوطن العربي، بس لو استغلناها صح بفكر وتكنولوجيا، بفكر الناس الموجودة ديت وامكانياتها وافكارها الجميلة كده، ممكن يعني يكفي عن استيراد اي حاجة. بالعكس، ادي احنا الفرصة اننا نصدر، احنا عندنا الظهير الصحراوي ارض خصبة، مية جميلة. شكرا يا حاج سعيد وشرفتنا في المعرض، وان شاء الله يكون معرض يقدم ما هو جديد في زراعة بالنسبة لمصر. مشاهدينا، وكان لنا لقاء مع الأستاذ طارق علي منظم المعرض. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أولا بنبارك لحضرتك على التنظيم الرائع للمعرض التي شرفت محافظة المنيا بالوجود فيه. الله يخليك، ده برضو تعب ناس كتير ومجموعة كبيرة دايرة في الموضوع دوت من 4 سنين. احنا بقى دي رابع دورة الحمد لله، من اول دورة والحمد لله معرض المنيا بيتوالى نجاحه من سنة لسنة، والسنة دي الحمد لله ربنا قلل النجاح، وان شاء الله يكون خير علينا وعلى مصر كلها بإذن الله. النهاردة احنا عملنا لقاءات مع بعض اللي كانوا مدعوين في المعرض، وابدوا ترحبهم بالمعرض في محافظة المنيا، وكان طبعا معنا مجموعة من المسؤولين وعمداء الكليات والزائرين برضو عملنا معهم لقاءات. حضرتك شايف المعرض بيساهم في مجال الزراعي في المنيا، يعني ليه حضرتك اخترت محافظة المنيا تحديدا ليقوم فيها المعرض أجرو المنيا؟ هو معرض المنيا بيساهم اسهام كبير قوي في الزراعة، وبالذات على الطريق على الصحراوي الغرب الغربي، مشروع المليون ونص فدان، ومشروع ال 450 ألف صوبة زراعية اللي قام بيها سيادة الرئيس، من بدرة سيادة الرئيس بيها. فإحنا الحمد لله رب العالمين إحنا ماشيين بنواكب الحدث دوت، وبنواكب نمو الزراعة، وبنواكب التحديث في الزراعة من ناحية المخصبات، من ناحية الآلات، من ناحية الزراعة، من ناحية المبيدات، من ناحية البذور. في عندنا دلوقتي بقت في شركات هنا موجودة في مصر دلوقتي بتنتج البذرة مصرية 100%، ما بتستوردش تهجينها، لا بالعكس دي بتعملها كل البذرة تبقى موجودة هنا في مصر. زائد ان المبيدات دلوقتي كلها تقريبا، المبيدات والمخصبات بقت كلها شبه مصرية بنسبة 90%. حضرتك احنا عارفين ان المجال الزراعي والمجال البيطري في مصر بيعاني بعض الشيء من الادويه المغشوشه والمبيدات المغشوشه والحاجات المغشوشه، المعرض بيساهم ايه في الموضوع ده؟ هو المعرض بيساهم في حاجه زي كده، لان هو بيفرق ما بين البضاعه المغشوشه اللي هي غير مسجله بوزاره الزراعه، لان انا هنا تحت برضو اشراف وزاره الزراعه، معايا هنا موازنه العامه لوزاره الزراعه، معايا شركات من وزاره الزراعه موجوده، فموجود ما يقدرش يعرض حاجه مش مسجله، وما يقدرش يعرض حاجه من تحت السلم زي ما احنا بنقول عليها. فكل اللي معروض هنا الحمد لله مسجل، مبيدات على اعلى مستوى، شركات من هنا عندنا بتصدر دلوقتي لافريقيا، بتصدر لاوروبا حاجات بقت السوق، يعني الانتاج المصري غزا السوق الافريقي. وقبل ما نختم معاك يا باشمهندس طارق، احنا حابين طبعا نكرر مباركتنا ليك، ودايما بالنجاح، ودايما ربنا يكلل تعبك بالخير وبالتوفيق ان شاء الله، وشرفنا بوجودنا معاك في معرض أجرو المنيا. ربنا يخليك استاذ محمد، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه تشوفوا حاجه احسن من كده باذن الله، وحاجه اكبر من كده باذن الله. بالتوفيق يا فندم. شكرا 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 شكرا, شكرا.